السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في مطبخ الوجديه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم خبز بانيني بطريقه اقتصاديه، ما فيها لا حليب لا والو. كيجي زوينين، كيجيو هشاش. غادي تشوفوا لي النتيجه في الاخر من نكملوا ان شاء الله لا روسيت ديالنا. غادي تشوفوا الخبز انه رطب واسفنجي ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نعطيكم كاع الاسرار باش يجيكم هذا الخبز ديال البانيني يجيكم زوين في هذه الوقيته ديال الحجر الصحي اللي رحنا فيه. يا ربي تلطف بينا وتولي الامور النصاب ديالها. ماذا بكم ان نديروا شي هوات اللي كيبغيوهم وليداتنا، هكا نسيوهم شويه في ديك القنطه. وهذا طبعا ما تنساونيش البنات اللي تدخل عندي لاول مره للقناه انهم يتابعونا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد ويساعدوني القناه ديالي، عاد باقا محتاجه للدعم ديالكم. بدون اطاله عندي هنايا معلقه كبيره ديال خميره الخبز مع معلقه كبيره ديال سكر حبيبات، درت لها واحد شويه ديال الماء الدافئ باش هكا تسرع لي الاختمار. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الملح، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال خميره عفوا ديال الخل الابيض. الخل الابيض كيهشش لي العجينه. غادي نضيف هذاك الخليط ديال الخميره مع السكر حبيبات كما قلت لكم في الاول. هاد العجينه اقتصاديه ما غادي نحتاج فيها لا حليب لا والو يعني، وغادي يجوا زوينين كما غادي تشوفوا معايا في الاخر. غادي نعجن العجينه ديالي بماء دافئ. هنايا عندي 500 غرام ديال الدقيق. المهم غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. باش العجينه ديالي تجيني متلوقه مزيان غادي نضيف لها واحد شويه ديال الماء، يعني تقريبا كاس ونص من هذا الكاس، من العبار ديال هذا الكاس. هكا بغيت العجينه تجيني مرخوفه، وغادي ندلكها شويه باش تنشف لي وتجمع راسها. ومن بعد غادي نضيف لها هاد جوج معالق ديال الزبده كما كتلاحظوا. العجينه ديالي كتجي بحال كتلصق كما كتلاحظوا، يعني جاريه. دابا غادي ندخل فيها هذاك الزبده، جوج معالق ديال الزبده، وغادي نعطيها الدليك ندلكها مزيان حتى ديك الزبده تدخل لي في العجينه وتنسجم. ومن بعد البنات نرجع لكم. العجينه ديالي البنات خصها تجي مرخوفه بهذا الشكل هذا، يعني باش حتى داك الخبز ديالنا ديال البانيني يجي رطب ويجي زوين كما هذا الشكل هذا، يعني بحال العجينه كتلصق. انا راني دكس هذا الماء فيه الكفايه تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال الدقائق ديال الدليك. هانتوما تشوفوا العجينه كي ولات مطاطيه، يعني من تشوفوها كتلصق وتولي لكم بهذا الشكل هذا صاي كنعطيوها حقها ديال الدليك. غادي نديرها شويه ديال الزيت ونخليها باش تخمر. هاد العجينه كتحتاج انها تخمر جوج ديال المرات، نخليوها تخمر دابا ونخليوها تخمر الوقت اللي نصاوبوا الخبز ديالنا ديال البانيني. عجينتي خمرت كما كتلاحظوا البنات، دابا غادي نخرجها منها الهواء ونحطها فوق سطح العمل باش هكا كما قلت لكم في الاول. العجينه عندي كتلصق، يعني غادي نستعمل شويه ديال الدقيق باش هكا نقطع العجينه ديالي. بالنسبه لهاد الخبزات ديال البانيني نتوما تحكموا في يعني في القد ديالهم، بغيتوهم كبار ولا بغيتوهم صغار. انا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه. انا قسمت هنايا الكريسات ديالي تقريبا عطاتني 10 ديال الكريسات، ولكن الخبز ديال البانيني غير صغير ماشي كبار. الا بغيتوهم كبار يعني تقدروا تقسموهم على 6 ولا المهم شوفوا نتوما على القياس اللي بغيتوا. غادي دابا نسرح هاد العجينه ديالي كما قلت لكم، غادي نستعمل بالدقيق هكا باش ما تلصقليش العجينه راها ملتصقه. كنسرح العجين كما كتلاحظوا، ودابا غادي نبقى نقلبها، يعني ندير طريف بطريف بهذا الشكل هذا، يعني ونخلي هذاك الفراغات اللي كتكون هنايا بلا ما نقرص عليها باش هكا العجينه ديالي مازال غادي تختمر ويعني تنتفخ. نجي هنايا ونجمع العجينه ديالي
زير عليها مزيان باش ما تحليش من تكون غادي تطيب. ومن نحط العجينه هذاك اللي بلعت العجين تجي من تحت بهذه الطريقه هذه. ومازال هما غادي يزيدوا يختمروا، انا غادي نديرهم نصفف كاع هاد الكريسات ديالي نكونهم خبز بانيني. وغادي نديرو في واحد الصفيحه مدهونه، ولا ديروا فيها هاد بابي كويسون ونسرحوا هنايا الخبزات ديال البانيني ديالي، ونخليو شويه ديال لاسباس ما بين الوحده والوحده من حيت مازال غادي يختمروا المره الثانيه. وارجع لكم كما نحطوا معايا البنات هنايا هما هذاك الخبز ديالي هو انتفخ يعني اختمر. انا غادي ندخلو الفران، الا كان الفران كهربائي غادي تكونوا سخنتوا الفران تقريبا واحد ربع ساعه قبل ما تدخلوا هذا الخبز يطيب على درجه حراره 200 درجه. من بعد من تدخلوا هاد الطاوه ديالكم دخلوها في الوسط ونقصوا درجه الحراره ردوها حتى ل 150 160 درجه. علاش؟ حنا ما غرضناش ان هذا الخبز انه يحمر، من حيت كما كتعرفوا باغيين الخبيزات ديالنا يكونوا بويض، يعني ما غاديش نحمروهم. نخفضوا درجه الحراره حتى 150 درجه وتقريبا واحد 10 ديال الدقائق، مهم تما ردوا البال ليهم باش ما يحمروش، وغادي نخرجوهم. بلا ما وجد لي الخبز ديالي غادي نوجد واحد الحشوه يعني سريعه جدا عندي ما بين الكفته والسوسيس 250 غرام. هنا عندي واحد معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، واحد البصله محكوكه نتوما تقدروا تشلضوها، عندي راس معلقه من التوابل، راس معلقه من كل حاجه، عندي الملحه، ابزار وسكنجبير، الكمون، الفلفله الحمراء والخرقوم. غادي نخلط هاد العناصر مزيان، غادي ندير القطط ديال الزيت وما نكثرش كما كتعرفوا ان السوسيس مازال طلق لي دم ديالها. غادي نديرها فوق النار تشوح لي مزيان ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا لي ساندويتش ديالنا. الخبز ديال البانينا البنات هو هذا، عاد خرجته من الفران كما كتلاحظوا، ما خصناش يعني حتى يحمروا. المهم دابا راه معاد سخونين واحد شويه ان شاء الله من نجي ندير الساندويتش ديالكم ديال البانيني غادي نوريكم الشكل ديالو. من بعد ما طبت لي الكفته البنات ودرت واحد شويه ديال الفريت غادي نوجد معكم واحد الصلصه زوينه بزاف يعني كمرافقه لهذا الخبز ديال البانيني. غادي ندير فيه شي حبيبات ديال الكورنيشون كتعطينا داك الحموضه، غادي يجيو غزالين بزاف، غادي الى يعني جربتوها غادي تلاحظوا انها كتجي زوينه زوينه بزاف. غادي ندير تقريبا واحد 3 ولا 4، المهم نتوما على حسب الكميه. غادي نحكها هنايا ومن بعد نولي باش نقول لكم الاضافات اللي غادي نزيدوها. غادي نضيف تقريبا واحد جوج معالق ديال الكاتشوب، نضيف واحد معلقه صغيره ديال لاموطارد، ونضيف واحد المعلقه ولا جوج ديال المايونيز. كما قلت لكم هاد الصلصه كتجي رائعه، يعني كتخلط داك الحموضه مع الحلاوه ديال الكاتشوب مع الملوحه ديال المايونيز، يعني واحد الصلصه رائعه جدا. نتمنى انكم تجربوها وردوا عليا الاخبار، خليو لي الملاحظات ديالكم في التعاليق. الا كانت عندكم شي صلصات اخرى يعني نتوما مجربينها تقدروا تصيفطوهم لي في التعاليق، هكا نستافدوا كاع جميع. في هاد الاثناء انا خرجت صنين اخر اللي قدرت فيه 4، يعني عندي 10 ديال الخبيزات. بالنسبه للبنات اللي يبغيو يكونجليو هاد الخبيزات لوقيته اخرى يعني يخدموا بالكميه اللي يستعملوها، تقدري هكا ديريهم في دي بواط وتبلعي عليهم، ولكن حتى يبردوا عاد ديريهم في لي بواط وبلعي عليهم وديريهم في الكونجيلاتور. من تجي تخرجيهم يعني كتستعمليهم تعمريهم بالحشوه اللي بغيتي وديريهم في الاله ديال البانيني كيجيو رائعين. وهذا الشكل ديال الخبز ديالي من بعد ما كيبرد البنات كيجيو رائعين كما كتلاحظوا. شوفوا رطبين رطبين بزاف ومفشفشين. بلا ما نحكي لكم على هذا النوع ديال الخبز، يعني وجدناهم يعني مسائل بسيطه ويتقن رخص من اننا نشريوهم من برا، يعني داروا لي كميه كبيره كما كتلاحظوا. هذا راه ساندويتش رائع يعني بالنسبه لبرا، يعني غادي تمشي تاكليه غالي، ولا تشري الخبز وديريه في الدار غادي تشري غالي. حنا درناه بطريقه اقتصاديه توجديه من وليداتك يعني رائعين. غادي نحل معكم واحد الوحده باش هكا تشوفوها من داخل كي دايره. هانتوما البنات مفشفشين ما معجين ما والو،
كما كتشوفوا رائعين رائعين، يعني تستحق هذه الوصفة التجربة إلى جربتوها. طبعا ما تنسونيش بجام وخليوا لي تعاليق مشجعة بتشجيعاتكم، أنا كنزيد نستمر. وبالنسبة للناس اللي أول مرة يدخلوا عندي القناة، كنقول لهم أنهم يتسابوناو ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. أنا درت هنايا واحد المعلقة من هذاك لاصوص، لف هنايا شي حبيبات ديال الفريز، المهم ضيفوا الكمية اللي تناسبكم هذا الشكل هذا. وغادي نضيف حبيبات ديال السوسيس وحبيبات ديال الكفتة. كما قلت لكم في الاول، الانسان برع وليداتكم حدهم راهم يعني في هذا الحجر انهم ديجا راهم قنطانين، ويعني حنا باش نفوجوا عليهم شويه نديروا لهم المسائل اللي كيبغيو. غادي ندخلها في الاله ديال البانيني ونصاوب معكم ساندويتش واحد اخر. ملي الساندويتش ياخذوا هذا اللون الاحمر الذهبي، سيي كنقلعوا لي ساندويتش ديالنا. غير الاشاره البنات باش ما ننساش، انا يا قبيله قلت لكم ديروا الفران ديالكم على 150 درجه وخليوه 10 دقائق. انا في الحقيقه زيدت له شويه حيت فاتت 10 دقائق ولقيت باللي عاد باقيين خضرين، زيدت له شويه تقريبا درته 200 درجه. هذا بالنسبه للفران ديالي، انا مانيش عارفه كل وحده والفران ديالها. المهم انا بغيت نعطيكم هذه الملاحظه بالنسبه للساندويتش ديالي البنات، هما هادو انا راني حمرتهم كيجيو طبقه مقرمشه، هما كتسمعوا البنات الفرماج كيجي دايب كما كتشوفوا. مهم ساندويتش رائع، غادي نحل معكم واحد الساندويتش باش تشوفوه. مهم حشوه بسيطه ولكن طبعا ساندويتش رائع بزاف بزاف، نتمنى انكم تجربوه. الى عجبكم الفيديو طبعا ما تنسونيش بجيم وخليو لي تشجيعاتكم واقتراحاتكم، ونقول لكم بالصحه والراحه ومبروك عواشركم. فيديو اخر ان شاء الله ووصفه اخرى.